نسبة البطالة هذا العام تجاوزت 30%، يعني كل 7 شباب هناك 4 عاطلين عن العمل في نينوى. احنا لو نرجع ونقول كمنظمات او حكومة موجودة، المشاريع او البنى التحتية نقدر نشغل الشباب بيها، العطالة بطالة يريدون شغل، يريدون يبنون مدينتهم حتى ترجع، وين الخلل؟ ست انت قاعد تفتحين جروح باي الحاله، واحنا ما نريد نطلع من الموضوع. هي الجروح كلها اليوم مفتوحه، اليوم شلون نسير تحتيه بنوصل ونشغل الشباب؟ سيد الوزان، الجروح كلها مفتوحه، يا اما نلمها احنا يا اما تظل مفتوحه. ستي العزيزه، اليوم البنى التحتيه تعمل بمشاريع، هذه المشاريع يتم تخصيص لها مبالغ من قبل الحكومه المركزيه او الحكومه المحليه، واغلبها عن طريق الحكومه المحليه. هذه المشاريع يتم احالتها بطريقة أو بأخرى لبعض المقاولين، هسه ما نحكي على كل المشاريع ولكن الأغلب يتم إحالتها بطريقة أو بأخرى على بعض المقاولين، تنباع من مقاول إلى مقاول إلى مقاول ثانوي، يصل الرقم إلى أن المقاول الأخير ما يقدر ينفذ المشروع كما هو. وعنشوف اليوم في مدينة الموصل أغلب المشاريع اليوم متأخرة بالتوقيت، متلكئة بالعمل، إن كانت ما أصلا ترك بها العمل. زين، هاي من تركة هاي العمل خسرنا مشروع عيد البنى التحتية، وخسرنا أيدي عاملة للشباب، وراحت فلوس بجيوب الأحزاب الفاسدة، وراحت بجيوب المقاولين الفاسدين، وراحت بجيوب من هو مستفاد من هذا الموضوع. ها بهذه الطريقة اليوم ما يتم إعادة مشروع حقيقي، وأرجع وأكرر كلامنا ما على الكل ولكن أغلب المشاريع تدار بهذه الطريقة. خسرنا مشاريع بنى تحتية، خسرنا هذه المبالغ اللي ما راح ترجع على نينوى، وإحنا دائما ما نعيد أنه يا أهالي محافظة نينوى، يا عيني يا الحكومة المحلية، هيئة النزاهة، هذه المبالغ اللي راح ترجع لمدينة الموصل ومحافظة نينوى ما راح ترجع الحكومة تنطيها مرة ثانية، راح ترجع تنطينا استحقاقنا فقط، لأن احنا في محافظة نينوى عندنا أموال مجمدة، تدرين أثناء فترة داعش عدا المبالغ اللي كانت تعود بسبب الإرهاب ولم يتم إكمال المشاريع قبل 2014، عن ناخذها هسا، إذا ما تم بناء بشكل حقيقي كبنى تحتية في محافظة نينوى ما راح يصير إعمار. وهاي اليوم شوفت عين الكل، كل اللي يجي للموصل المشاريع يا اما متلكئه يا اما متاخره يا اما صايره عن نص ومتوقف المشروع، فشلون هاي الشباب راح تشتغل؟ احنا هالسنه فقط بس جامعه الموصل خرجت اكثر من 10,000 شاب وشابه خريجين، هذول وين راح يكونون؟ زين، هل اليوم الحكومه هاي بنظره التخطيط ايضا، هل اليوم الحكومه نظرت بقوانين القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص حتى هذول الشباب يتوجهون للشركات المحليه، يتوجهون للمنظمات المحليه، هل دعمت قانون الضمان الاجتماعي في محافظه نينوى؟ انا سمعت في احدى المعلومات اللي موجوده اصلا تقلصت عدد موظفين الضمان الاجتماعي، وهو ركن اساسي اليوم. انت اذا من تعيدين الاعمار في اي منطقه، انا ليش قلت لك سيد الوزان الموصل غبنت كثيرا بصرف مستحقاتها وغيرها.